رئيس الهلال في مركز ماي لايف في كيرلا. المستشفى ما شاء الله طيب، علاجات طيبة ودكاترة ممتازين، والإنسات كله كويس، وعلاج ما شاء الله تبارك الله. يعني هناك ألم زاد، جلسات يوميا، 9 جلسات يوميا، يعني متابعة على طول، ما في أي تخاذل، ويشتغلون بأمانة وصدق صراحة، يعني صدق أمانة، يعني رغم أنهم هندوس ورغم أنهم كريستيان وأنهم، لكن يشتغلون بإخلاص وأمانة. فشكرا لكم جميعا، أتمنى أن أكون بصحة وعافية.